إله واحد أمين. نحب أن نرحب اليوم بكل محبي اللغة القبطية، وبهذا اليوم الذي تولى قيادته نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي كأستاذ في اللغة القبطية ومؤلف كتب فيها، وأيضا اشتركت كنائس من ملوي ومن طهطة ونيافة الأنبا أشعية، مهتمة جدا باللغة القبطية وبالألحان والإبصالمضية في طهطة، واشتركت أيضا كنائس من القاهرة. عدد الذين اشتركوا في البرامج حوالي 400 غير الفكة اللي جم من هنا وهنا. احنا نشكرهم على نشاطهم ومحبتهم للغة، لأن الذي يدرس اللغة القبطية يقدر يصلي بفهم في الكنيسة ويسبح بفهم وقلبه، وهذا هو الغرض الأساسي. نرجو لهم يوم مبارك. كان البعض سألني عن الكتب الجديدة، صدر ليكوا كتاب اسمه حياة الشكر. حياة الشكر كتاب جديد، مش قديم قوي. زمان كنا ألقينا محاضرة عن حياة الشكر، نشرت بواسطة كنيسة العذراء بمحرم بيه بالإسكندرية في حوالي نبذة صغيرة بتاعت 16 صفحة 24 صفحة. الكتاب الجديد في 96 صفحة، يعني حاجة كتير عن الأول. فاللي خدك الحاجة القديمة ما تغنهوش عن الكتاب الجديد. إن شاء الله هيطلع لكم كتاب أيضا عن صلاة الشكر والمزمور 50، كتاب لوحده في متابعة تأملات في صلوات الأجبية. النهاردة انتهيت في المطبعة من كتاب خبرات في الحياة، هيبتدوا يشتغلوا فيه من بكرة إن شاء الله، أو اشتغلوا فيه من النهاردة، يعني على الاجتماع بتاع الأسبوع الجاي يكون كتاب خبرات في الحياة موجود في ايديكم ان شاء الله. نشوف الأسئلة الموجودة. واحد بيقول: هل العمل هو عقاب من الله للإنسان منذ أن قال لآدم في الجنة بعرق جبينك تأكل خبزك وحتى الآن؟ لا طبعا، العمل ليس عقابا من الله، والله أعطى العمل للإنسان قبل أن يخطئ. الله أعطى الإنسان العمل قبل أن يخطئ. لذلك في الكتاب في سفر التكوين إصحاح 2 بيقول إن ربنا وضع آدم في الجنة لكي يعمل فيها ويحفظها، وما كانش أخطأ لسه. فالعمل له فوائد كثيرة، من ضمنه أنه بيشغل الإنسان ويوجه تفكيره تفكير كويس. والشخص إذا قعد بدون عمل مش بس يبقى غير منتج، إنما زي ما بيقولوا عقل الكسلان معمل للشيطان، تيجي الشياطين وتعشش في عقله. والعمل ليس عقابا لأن الله نفسه يعمل، والسيد المسيح قال: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، بس نوع العمل بيختلف. وكون إن واحد يبقى بلا عمل يبقى ملهوش فايدة. كل شخص بيعمل، حتى الملائكة يعملون. فاللي بيقول العمل عقوبة بينسى إن الله يعمل، وينسى إن الملائكة يعملون، وينسى ان العمل اعطي للانسان قبل الخطيه. اما بعد الخطيه دخل التعب، بالتعب تاكل منها، مش قال له بالعمل، العمل موجود. عنصر التعب هو العنصر الجديد اللي دخل بعد الخطيه. ومع ذلك ليس كل تعب عقوبه او غلط، هبقى اكلمكم على دي في المحاضره ان شاء الله في تكمله محاضره الراحه.
سؤال تاني، واحد باعت بخصوص الأربان، ما احنا اتكلمنا عن الأربني المرة اللي فاتت، بيقول هل يرضيك ان تمن الأربان يكون كذا؟ واقترح ان يكون في نظام زي كنيسة العذراء بالزيتون، حيث يفرق القربان بدون دفع ويوجد صندوق اللي يحب يدفع فيه يدفع. اقتراح كويس، لان طبعا القربان مش مفروض يباع، بس مش كلكم تصلوا كل واحد في كنيسته يروح ياخد قربان من الزيتون، يعني يبقى النظام عام. نحاول نعممه ان شاء الله. واحد بيقول كلام يحتاج لرد، بيقول نرجو توضيح هذا الأمر الذي يقلقني جدا. الآية بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض إلى آخره. وبيقول هذه الآية تؤكد وتشهد على مخالفتنا لكلام الرب، فإننا قد صنعنا التماثيل ورسمنا الصور وأخذ الكثير منا يتبارك بها ويسجد أمامها ويصلي، وأصبح من لا يفعل ذلك منبوس من شريعتنا إلى آخره. شوف يا ابني، الكتاب بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ومع الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. وخصوصا ان في العهد القديم كانت تنتشر عبادة الأصنام، فالغلط في التماثيل والصور ليس مجرد وجود تماثيل او صور، انما الغلط ان تصنع التماثيل للعبادة، تسجد لهن وتعبدهن. هذا الغرض، يعني ما ناخدش الكلام ونسيب غرضه. ومع ذلك في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان كانت هناك أيضا صور، صور من الشاروبيم وصور من النخيل إلى آخره، وتابوت العهد كان عليه كاروبان، كاروب يمين وكاروب شمال، وأجنحتهم بتظلل على التابوت، وبرضو كانوا تمثالين. يبقى ربنا اللي أمر بعمل كاروبين، كاروب من هنا وكاروب من هناك فوق تابوت العهد. مش معقول كان بيكسر كلامه، لكن هي المسألة حاضر. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فما دام الحاجات دي مش للعبادة يبقى ما فيش غلط. وبعدين بيحتج على الرواية اللي اتعملت برا عن السيد المسيح ومريم المجدلية، طبعا ليه حق فدي، وفي كتير من بلاد الغرب في نوع من التسيب واللخبطة الأخلاقية دي ملناش دخل بيها، لكن عندنا مش ممكن تحصل حاجات زي دي. سؤال، أنا شاب من الصعيد وفي بداية التعليم الجامعي، وجدي عايز يزوجني من بنت عمتي، بمعنى ان بعد الاكليل تبقى في بيت ابوها حتى اتخرج انا من الكليه وهي ايضا. لا يا ابني، اذا اتجوزت تبقى مراتك وتقعد في بيتك، بيت ابوها لا. انت تكلم جدك بصراحة وتقول له اما ما فيش زواج خالص لغاية بعد التخرج، لاما اتجوز وابقى صاحب بيت وتبقى زوجتي في بيتي، لان الكتاب بيقول يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته. دي عادات كانت غلط في الصعيد وبتتصحح، بتتصحح بوقت من الاوقات. واحد بيقول
أرجو مقابلة قداستكم حيث لي أسرة مكونة من 6 أفراد أكبرهم بالسنة والعام، وحيث أننا في خطر وهذه المقابلة حياة أو موت، والأجد الحل عند الكثير من مطارنا بالكاتدرائية المرقصية الآخر، ومش كاتب اسمه، كاتب أول حرف. طب يا ابني هقابلك إزاي؟ اكتب لنا اسمك وعنوانك، أو اكتب لنا جواب مفصل بإيه هي الحياة أو الموت دي، يعني إيه خطورة المشكلة، هل هي مشكلة مالية ولا مشكلة اجتماعية ولا مشكلة غير كده، يعني اكتب لنا المشكلة بالتفصيل، واكتب لنا الاسم والعنوان وطريقة الاتصال بيك، وإحنا إن شاء الله نشوف لك حل. واحد بيقول لماذا الخطيئة خاطئة جدا ولماذا تغضب الله؟ الخطيئة خاطئة لأنها ضد وصايا الله وضد القداسة وضد الصلاح وضد المشيئة الإلهية، وربنا يريد لنا أن نكون على صورته ومثاله، وبالخطية ما بنبقاش على صورة الله ولا مثاله. واحد بيقول، يقول الكتاب باطل للأباطيل الكل باطل، فما قيمة الأهداف الأرضية كي يسعى إليها الناس، وكيف تكون للإنسان أهداف أرضية وما هي، وماذا سيكون قيمته وأهميته بجانب الهدف السماوي؟ كيف تكون لي كطالب مقبل على الثانوية العامة الحماس اللازم للاستذكار الجيد، وماذا سيكون الهدف الذي سيسبب هذا الحماس؟ ما الفرق بين هذه الكلية أو غيرها؟ الكل باطل. طبعا الطالب اللي بيجيب مجموع في الثانوية ما بيقولش الكل باطل، لكن لما ما يجيبش مجموع يقول الكل باطل. شوف، عايز أقول لك حاجة، الكلية ليست هدفا ولا الوظيفة تكون هدفا أيضا. الهدف الحقيقي هو أنك تسعى لأبديتك وتكون لك حياة روحية متصلة بالله، الباقي كله يعتبر وسائل وليس أهداف. يعني الهدف الوحيد هو ربنا، لكن لكي تصل إلى ربنا بتعيش حياة مرضية على الأرض. لو عشت بلا وظيفة جايز ما بتقدرش ترضي ربنا، ولو عشت بلا تعليم ربما برضو مش هتقدر ترضي ربنا. فيبقى حكاية التعليم والوظيفة مسألة كيف تقضي حياتك على الأرض هادئا كوسيلة وليس كهدف. لو خليت الوظائف أهداف والتعليم أهداف هتتعب في حياتك، هتتعب في حياتك، كلها مجرد وسائل. إزاي بنقضي اليومين على الأرض؟ لو الإنسان وصل إلى أن الكل باطل وقبض الريح هيصل إلى حياة الزهد وينتهي إلى الرهبنة، لكن مش الكل بيقدر على كده. اللي بيقتنع فعلا فعلا بأن الكل باطل وقبض الريح غالبا بينتهي إلى الرهبنة، لكن مش الكل يقدر على كده. لكن في ناس برضو بيعيشوا متزوجين وأتقياء وكويسين ويقول الكل باطل، يعني ما يتعلقش بهذه الأمور، يعني زي ما بيقول بولس الرسول، يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون. يقول لك اهي يومين بنقضيهم على الارض، المهم ازاي نوصل لربنا. ولكن انت بتنجح في الثانوية وبتجيب مجموع لان المفروض فيك في حياة الكمال ان تكون تلميذا كاملا في حياته الدراسية. مش ضروري ان المجموع تخش بيه كلية كبيرة ولا لا، لكن لابد ان تكون شخصا كاملا في كل عمل يوضع في يديك، تكون شخص كامل فيه. في الدراسة تكون شخص كامل، في البيت تكون كامل، في الوظيفة تكون كامل، ده اللي مطلوب منك.
لأن لما أولاد الله يكونوا فاشلين في حياتهم الدراسية يبقى كأن الدين ما بيدهمش دفعة عملية في حياتهم أنهم يكونوا أشخاص ناجحين. يقول لك عن الرجل البار في المزمور الأول: وكل ما يعمله ينجح فيه. وقيل عن يوسف الصديق أنه كان شابا ناجحا وكان الرب معه. فالمفروض أنك تكون ناجح وتعطي صورة مثالية عن الإنسان المتدين اللي كل بيعمله بينجح فيه. افرض ما اشتغلتش، يعني تقعد عالي على الناس، هي دي الصورة المثالية اللي انت عايزها للإنسان الروحي؟ سؤال تاني، نريد أن نستوضح عن الرتبة التي أخذها القديس أثناسيوس الرسولي في مجمع نيقيا. هو أثناسيوس الرسولي في مجمع نيقيا كان شماس، كان شماس، وبعديها على طول اتنيح البابا. يعني مجمع نيقيا كان سنة 325، بعدها بثلاث سنين اتنيح البابا، وهو البابا ألكسندروس، وهو بقى بطرك سنة 328 أو 329. واحد بيقول: أنا نادرت أني أعمد ابني في مارجرجس بمدمسيس. طبعا غلط أنك تندر، غلط غلط، مش عايزكوا أبدا تندروا. افرضوا جات عوائق وصاحب السؤال برضو جات عوائق، تعمل ايه؟ تتعب ضميرك؟ بيقول: نادرت اني عمت ابني في مرجرجس مدمسيس ولم اتمكن من العماد في مرجرجس بمدمسيس لان كانت زحمة ورجعت القاهرة. هل ممكن اني اعمده في كنيسة مرجرجس بالقاهرة او اي كنيسة تحمل اسم مرجرجس؟ شوف هقولك على حاجة، إذا كنت ندرت إنك تعمد ابنك في ماري جرجس بمدمسيس مش معناها في عيد ماري جرجس. ممكن في كنيسة ماري جرجس في مدمسيس في أي يوم من أيام السنة وما فيش زحمة الأعياد. في فرق بين واحد يندر يعمد في الكنيسة أو يندر إن يعمد في يوم عيد القديس، مش ضروري يوم عيد القديس. دلوقتي خلصت الهيصة والزحمة بتاعت ماري جرجس مدمسيس، ممكن انك انت تروح في اي وقت مش هتلاقي زحام وتقدر تعمد ابنك. بس تاني مرة ما تندرش، الندر من نوع ده غلط غلط. برضو واحد بيقول: نرجو من قداستكم انك تقدم محاضرة عن الحزن نستعملها في الجنازات. هو طبعا يقصد محاضرة عن العزاء مش عن الحزن. يعني ازاي كلمة تعزية؟ حاضر. واحد بيقول: هل يوجد فرق بين الاب والابن؟ واذا كان لا يوجد فرق فلماذا قال السيد المسيح: من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني؟ وما الفرق بين اللاهوت والناسوت؟ طبعا ما دام في اب وابن يبقى في شخصين، ولذلك احنا بنقول ثلاث اقانيم، يعني ايماننا بالتوحيد وان الاب والابن والروح القدس اله واحد لا يمنع ان ده اب وده ابن وده روح قدس. اللاهوت والناسوت، اللاهوت يعني كونوا اله والناسوت يعني كونوا انسان. واحد بيقول: اختي تزوجت منذ اكثر من عام وبعد الزواج بشهرين طردها امام الناس واتضح انه عايش بالسحر والاحجبه والشعوذه وهي موجودة ببيت أبي وليس لها عمل ولا يوجد أي كاهن يريد التدخل لحل هذه المشكلة.
ولا يوجد أي كاهن يريد التدخل لحل هذه المشكلة، وكاهنة مصر الجديدة لم يتوصلوا لأي حل، حيث أنها تقيم بميدان حتى في مصر الجديدة. كان مفروض أنكم تسألوا وتدققوا قبل الزواج. يعني أنتم ما عرفتوش السحر والشعوذة والحاجات دي عند الراجل ده غير بعد ما اتجوزت. ثم الحل اللي أنتم عايزينه، حل لأنهم يصطلحوا ولا حل أن الراجل يبطل سحر وشعوذة؟ واللي عرفتوه عن السحر والشعوذة ما هو؟ يعني ايه اللي تعرفوه؟ يعني هل عندكم دليل، فعلا دليل مادي على انه بيشتغل بالسحر والشعوذه؟ وما هو؟ يا ريت تقدموا المشكله للمجلس الاكليريكي وتقولوا لنا العنوان بتاعكم، وتقولوا لنا الراجل واسمه والبنت واسمها والسحر ونوعيته والشعوذه ومظاهرها، ونبحث الموضوع. يعني أختك يعني وطردتها ليه؟ إيه السبب يعني؟ ما لازم في سبب خلاه يطردها يعني، ولا أختك أكثر منه سحرا يعني ولا حاجة؟ فما قدرش يحتمل. قول لنا التفاصيل واحنا نبحثها. فيه اسئله كتير عن شكاوى خاصه بكنائس، انا حطيت على جنب علشان ان شاء الله نبحثها واحده فواحده. حاجة بسيطة ونبتدي المحاضرة بتاعتنا. أي حاجة كده بتاعت خمس دقايق. بسرعة بسرعة بسرعة. Oh,
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده كان يوم احتفالي علشان اللغه القبطيه، عشان كده اتاخرنا شويه كتير. فان شاء الله ابتدي معاكم كل يوم الساعه 7 بالظبط، ولما الساعه تتوضب هيبقى اتبكر عن كده ساعه، مش اصول اتاخر عن كده، معلش، لان البنات بيروحوا متاخرين وبيزعلوا منهم عائلتهم، فلازم نخرج بدري. احاول اخلي المحاضره دي قصيرة جدا بقدر الإمكان عشان تروحوا بدري. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الراحة، وقلنا كيف يمكن أن الإنسان يستريح. في أمور مهمة لازم نضعها أمامنا عشان نوصل لهذا الأمر. أول كل حاجة، ليست كل راحة خيرا، وليس كل تعب شر أو ضيق. ففي راحة مخطئة وفي تعب كويس. الإنسان اللي عايز يستريح لازم أولا يستريح ضميره وتستريح روحه في الرب. راحة الجسد تيجي بعدين. ووجدنا في الكتاب المقدس أمثلة عديدة تتكلم عن التعب المقدس والتعب الكويس. لعل من أمثلتها التعب من أجل الرب. بولس الرسول لما جه يتكلم عن جهاده في الخدمة قال: وأنا تعبت أكثر من جميعهم، في كورنثوس الأولى 15، أنا تعبت أكثر من جميعهم وألف الأتعاب أكثر وألف تعب وكد في أسهار وأصوام. وأيضا مجد وطوب كل تعب يتعبه الناس من أجل الله، وفي كورنثوس الأولى 15:58 قال: كونوا راسخين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كل تعب بيتعبه الإنسان محسوب ليه عند ربنا. كل تعب بيتعبه الإنسان بطريقة روحية من أجل هدف روحي من أجل الله، هو تعب محسوب ليه عند ربنا. ولذلك نجد كلمة لطيفة يقولها ربنا لملاك كنيسة أفسس في الإصحاح
الثاني من سفر الرؤيا يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. يعني ربنا ما بينساش تعب أي إنسان. مش معناها نتكلم عن الراحة يبقى نبعد عن التعب، لا، ده في نوع من أنواع التعب المقدس اللي الواحد بيتعبه من أجل ربنا. وفي تيموثاوس الأولى 5:17 بيطوب الذين يتعبون من أجل الكلمة والتعليم، الشيوخ اللي بيتعبوا من أجل الكلمة والتعليم. ونلاقي بولس الرسول في رومية 16 يتكلم عن بعض نسوة قديسات تعبنا في الخدمة من أجل الرب. يقول إيه في رومية 16:6: سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. ويقول في عدد 12: سلموا على تريفينا وتريفوسة التاعبتين في الرب، وسلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. بولس الرسول بيقول برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. كل تعب يتعبه الإنسان من أجل ربنا هو تعب محفوظ لا يمكن أن ينساها الله أبدا، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة، مش ممكن أبدا. والمحبة اللي من غير تعب ما تبانش على حقيقتها، المحبة تبان على حقيقتها في التعب. والإنسان لما بيتعب بيفرح ويستريح لما يشوف ثمرة تعبه. ولذلك بولس في رسالته إلى فيلبي إصحاح 2:16 قال: لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا. مبسوط بيشوف نتيجة تعبه، زي الزارع لما بيتعب في الأرض ويحرد ويبذر ويروي وينظف الأرض من الآفات ويتعب تعب كبير، لما يشوف الحصاد يفرح بنتيجة تعب. ولذلك في آية جميلة جدا جدا في سفر الأمثال، صغيرة كده ولكن لطيفة خالص، أمثال 14:23 بيقول: في كل تعب منفعة. في كل تعب منفعة، يقصد تعب مقدس يعني، في كل تعب منفعة. اللي بيحفظوا آيات وعايزين آية أولها فيه بيقدروا ياخدوا الآية دي. في كل تعب منفعة. المهم إن الإنسان يحصد نتيجة تعبه، يحصد نتيجة تعبه أحيانا في العالم وأحيانا في الحياة الأبدية إذا ما خدش نتيجة التعب على الأرض. وبولس الرسول بيتكلم عن نفسه وعن خدمة زميله أبولس، بيقول: كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. في كورنثوس الأولى 3:8: كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. إذن إحنا نفرح بالتعب الذي من أجل الرب. ولذلك أي إنسان يدور على راحته في الخدمة يبقى ما بياخدش بركة التعب. الكتاب المقدس قدم لنا أمثلة من الذين تعبوا مثل بولس الرسول وزملائه في الخدمة، وتاريخ الكنيسة قدم لنا أمثلة من اللي تعبوا.
خدوا مثلا أثناسيوس الرسولي، أثناسيوس الإسكندري، كم تعب من أجل الإيمان، وكم تعب ضد الأريوسيين والهرطقة والمبتدعين، في نفي، في اتهامات باطلة، في مقاومات كثيرة صدرت ضده، ومجامع صدرت ضده، وتعب لدرجة قالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس. ما هموش، لأن التعب ده بيأخذ بركته. اللي بيدور على الراحة بتاعته في هذه الأمور، أولا لا يؤدي خدمة، ثانيا لا يأخذ بركة التعب. يا ريت البعض يتعب وياخد بركة التعب ويستريح في الآخر. في راحة في العالم الآخر، زي ما بيقول الكتاب عن الذين يموتون في الرب، بيقول يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. بيستريح، مش ضروري هنا، لكن يستريح هناك. في تعب أكثر من تعب الشهداء والمعترفين، تعبوا كتير جدا من أجل ربنا، تعبوا من أجل الشهادة للإيمان، من أجل الشهادة للرب، ونالوا آلام وعذابات كثيرة وضيقات وسجن وموت وتعذيب، ولكنه كان تعبا مباركا من أجل الرب. مش معناها إن الواحد يبحث عن الراحة يعني يهرب من التعب، لا، ما يهربش من التعب. الإنسان الروحي يفرح بالتعب، وعايز أقول كلمة تاني، يجد راحته في التعب، مش كلام تناقض، يجد راحته في التعب، يعني راحته الداخلية في تعبه الخارجي. راحة روحه يجدها في تعب جسده، راحة الروح تكون ايه؟ في تعب الجسد. لذلك الناس بتوع ربنا عشان يستريح مستعد يتعب عشان يستريح. مثال ذلك يوحنا المعمدان، عشان يريح ضميره كان لابد ان يقول لهيرودس الملك لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك، الشريعة بتقول كده. طب لو قال كده هيتضايق منه الملك، هيرميه في السجن، هيقطع رقبته، هيحطها على طبق، هيديها الهيرودية وسلومي. ليكن يتعب لكن يريح ضميره، ان لابد ان يوجد شاهد للرب وشاهد للحق، لازم يوجد كده. مش ممكن ابدا ربنا يوجد بلا شاهد. يقول ولو يتعب، صحيح تعب يوحنا، ولكن ريح ضميره. مش ريح ضميره بس، وإنما ريح أجيال عديدة، وأعطى مثالا قويا عن الشهادة للإيمان. دي مسألة راحة الضمير. إزاي الواحد لما يدور على الراحة يدور على راحة الروح وليس فقط راحة الجسد؟ كمان الذين تعبوا في الخدمة ووجدوا راحتهم في هذا التعب. ممكن إنسان يخدم وما يتعبش، يعني لا يبذل مجهود شديد أو قوي،
وفي انسان تاني يتعب على الاخر عشان يريح ضميره لكي يكون امينا للرب، امينا لايه؟ حتى الموت. شوفوا واحد زي داود النبي يقول ايه؟ اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. مش ممكن اريح نفسي غير لما اتمم عملي. الانسان اللي بيتمم عمله ويتمم خدمته ويحتمل المشقات في سبيل ذلك يجد لذة في التعب، يجد راحة في التعب، يجد راحة داخلية في هذا التعب الخارجي. الذي يهرب من التعب إنما يهرب من الله، يهرب من المسؤولية، يهرب من الواجب، يهرب من الأمانة. مفروض الواحد يتعب من أجل ربنا، مفروض، لأننا بالتعب بنظهر مقدار محبتنا لله، مقدار التصاقنا به، مقدار اهتمامنا بملكوته عن طريق هذا التعب. أيضا التعب من أجل راحة الآخرين. عايز تستريح، صحيح، ريح غيرك وانت تستريح من جوه. انتوا تفتكروا الانسان يبقى مستريح كده لما يبتسم وهو مبسوط؟ صدقوني لما تخلي غيرك يبتسم ويبقى مبسوط تبقى انت فرحان اكتر منه. اكتر راحة انك تفرح براحة غيرك، وكل اللي ريحوا غيرهم بقوا سعداء من الداخل لأنهم قدروا يريحوا غيرهم. خذوا مثلا من الأمثلة الطبيب. إيه راحة الطبيب؟ راحة الطبيب في أنه يريح ضميره. يريح ضميره إزاي؟ براحة المريض بتاعه. ولما يقولوا له المريض بتاعك استريح يبقى فرحان جدا. لما يقولوا له المريض بتاعك ما بقاش يتألم يبقى فرحان، قدر يمشي على رجليه يبقى فرحان، يجد راحته مش في راحة شخصه، في راحة المريض بتاعه. أهو ده اللي احنا عايزين، الواحد اللي يجد راحته في راحة غيره. ده مش بس المريض، ده خدوا الراجل بتاع الكاريكاتير اللي بيكتب يعمل صور ونكت. ان لقى الناس ضحكوا وانبسطوا يبقى هو فرحان. يستريح ازاي؟ براحة غيره، مش براحته هو انه عارف يرسم، بان غيره استريح ارى وانبسط. وهكذا الفنان بينبسط انه ريح غيره. مش انسان بيبحث عن راحته هو. الشخص اللي بيبحث عن راحته الشخصية ربما يكون شخص أناني بيفكر في ذاته، لكن الإنسان الروحي هو اللي يفكر في راحة الآخرين. إزاي أريح الناس؟ شوفوا في فرق بين عبارتين، نفوس مستريحة دي عبارة، ونفوس مريحة دي عبارة تاني، ومريحة تبقى أحسن، بتريح. يقول لك فلان ده لما قابله أخرج مستريح أبقى مبسوط. يقابل واحد يستريح، يقول لك عايز تستريح أقعد مع فلان شوية. دي نفوس مريحة. من ضمن الأمثلة الجميلة جدا للراحة في راحة الآخرين
الأمومة والأبوة. تلاقي الأم تتعب جدا جدا في تربية بنتها، وتتعب جدا في تجهيز بنتها، وتجيب لها الملابس وتبقى مبسوطة خالص ان بنتها في احسن صورة، تبص لبنتها مستريحة تبقى هي مستريحة، وتدور لها على بيت وشقة وعريس وتريحها لغاية لما ترستقها على الاخر. وفي الاخر بعد كل التربية دي تاخدها وتسلمها لراجل وتسيب البيت وتمشي، وتبقى كأنك انت بتقطع حتة منها انها بنتها بعد العشرة الطويلة سابتها، لكن تبقى فرحانة ان بنتها استقرت في بيت، فرحانة ان بنتها ولو انها سابتها اتحرمت منها، لكن كفاية انها سعيدة، كفاية انها سعيدة. ويمكن ربما واحدة ست تبيع الصيغة بتاعتها الذهب بتاعها عشان تكلف بنتها، ويمكن كل فلوسها اللي محوشاها بتاعت العمر تبيعها عشان بنتها، وفي كل هذا تبقى مستريحة من جوه. ليه؟ لأنها ريحت نفس أخرى. دي الراحة صحيح. وهكذا الأب أيضا راحته في راحة ابنه وتربيته واستقراره في حياته. وربنا لما أعطانا أمثلة من الأبوة والأمومة أعطاها لنا مثال عن نفسه كأب سماوي، هو أيضا يجد راحته في راحة أولاده، بس راحة على أساس سليم. مثل جميل جدا راحة الأمومة والأبوة في راحة أولادهم. وهكذا راحة الراعي في راحة رعيته. ولو يتعب من أجل هذه الرعية ويشقى، لكن يبقى مستريح في راحته. وهنا تأتي الراحة عن طريق العطاء والبذل. في واحد يستريح لما ياخد 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 ويكوش ويجمع ويكوم، وفي إنسان تاني يجد راحته في إنه يعطي. هل جربتم في حياتكم راحة العطاء؟ أول شيء بياخده الإنسان في حياته هو راحة العطاء. إزاي؟ الطفل بيجد راحته في المرضعة اللي بترضعه، سواء كانت أمه أو حد تاني، بتعطي عشان تريح هذا الطفل. ما أكثر ما يعمل من أجل الطفولة، كلها راحة في العطاء. وما أكثر ما يعمل في راحة المجتمع من كل نواحيه، زي الهيئات التي تهتم براحة الآخرين، وفي الحروب وفي الحاجات دي، مثلا جمعية زي الصليب الأحمر، شوفوا بتجري من بلد لبلد في كل حتة، راحتها في انها تريح الاخرين. جمعيات الاسعاف عندنا، او جمعيات المطافي، او جمعيات الهلال الاحمر، تجد راحتها في اراحة الاخرين. في ناس يعملون في العمل الانساني والعمل الاجتماعي يجد راحته في راحة الاخرين. الطبيب النفساني اللي يجي له واحد قلق مضطرب تعبان يبقى مبسوط انه وصله لحالة راحة. الاختراعات التي تعمل كل يوم والتاني واصلها من اجل راحة المجتمع، ناس بيتفننوا بكل علم بكل تكنولوجيا علشان يخلوا المجتمع يبقى مستريح، ويبقوا مبسوطين لما يقدروا يوصلوا الاختراع يريح الاخرين. ياريت انت تفكر ازاي تستريح، عن طريق انك تخدم غيرك، عن طريق انك انت تريح غيرك. راحتك ايضا في ناحية تانية، وهي راحة الانسان في المشاكل، يعني
كل إنسان بيبحث عن راحته وسط المشكلة. رأيي بالنسبة للمشاكل إنك توضع ربنا بينك وبين المشكلة، وتفكر في مش تفكر في المشكلة، تفكر في ربنا اللي هيحل المشكلة. لا تفكر في المشكلة، إنما تفكر في ربنا اللي يحل المشكلة. أنا فاكر في مرة من المرات اضطررنا أن احنا نوعظ في الخلاء في حوش الإكليركية، يمكن تفتكروها سنة في أواخر سنة 67. وبعدين البعض قال لي طب وفي الشتاء نعمل إيه وإحنا في الحوش؟ قلت له إله الشتاء هو اللي ياخد باله مننا. إحنا ما نفكرش في الشتاء، نفكر في إيه؟ في إله الشتاء اللي يقدر ياخد باله مننا. الإنسان يستطيع أن يستريح في الله في حياة التسليم الكامل. اللي عايش بمخه ساعات مخه بيتعبه، اللي بيعيش في حياة التسليم لله بيعيش في راحة. يقول لك ربنا موجود، ربنا هيحلها، ربنا هيتدخل، ربنا هيدبر. نسيب الموضوع ده لربنا، كلها ألفاظ بتريحه. لكن نقعد نقول هنعمل ايه ونسوي ايه ونفكر ازاي ودي 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 ودي، دي مسائل تتعب المخ وتتعب الأعصاب. لذلك بيقول إلقي على الرب همك وهو يعولك، ملقين همكم عليه وهو يعتني بكم. لا تجد راحتك إلا في ربنا. بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طب ليه ما تلجأش ربنا وهو يريحك؟ تجد راحتك في الصلاة، تجد راحتك في آية معزية، تجد راحتك في وعود الله. ده النوع اللي بيجد راحته فيه. أيضا الإنسان يجد راحته إذا ترك الخطية ولجأ لله. في كتاب الاعترافات لقديس أغسطينوس قال كلمة لطيفة، بيقول لربنا إيه؟ ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تجد راحتها فيك. شوفوا نقول عبارة تاني، ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تجد راحتها فيك. طول ما الإنسان بعيد عن ربنا يبقى تعبان. الراحة الحقيقية تجدها في ربنا، زي ما قال داود أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. أما أنا إيه؟ فخير لي الالتصاق بالرب. اللي بيتكل على ربنا بيقعد مستريح. في المزمور 117 يقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. دفعت لأسقط والرب عضدني، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. كله كلام جميل. إنسان بيجد راحته في ربنا. في المشاكل يريحك إنك أنت لو عرفت إن كل مشكلة لها نهاية. هو بيتعب الإنسان لو افتكر مشكلة بلا حل. ما فيش مشكلة بلا حل. وزي ما قلت للناس إن المشاكل لها شكل هرمي، تفضل ترتفع 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 لغاية لما تصل للقمة وبعدين تنحدر تاني وتنتهي. ما فيش مشكلة طلع على طول كده، كان الناس يتعبوا. كل مشكلة وليها نهاية. يوسف الصديق مشاكل ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغاية لما ترمى في السجن وبعدين انتهت وإلى خير وإلى أفضل. أيوب الصديق مشاكل مشاكل تتصاعد وتتعقد وتتعب، والآخر انتهت وراحت. كل مشكلة لها حل، وكل مشكلة لها نهاية، وكل باب مغلق له 100 مفتاح و1000 مفتاح، وكل ظلام يعقبه فجر ونور،
وما فيش حاجة تمشي على طول، خليك مستريح من جوه وفرحان. حياة السلام وحياة التسليم فيها راحة لكل إنسان. المهم إنك أنت تستريح من الداخل علشان تقدر تستريح من الخارج. أوعى تفتكروا إن الراحة معناها عدم العمل أو الراحة معناها الكسل، مستحيل. فكرك راحت ذهنك يعني مخك يقف؟ ده لو مخك وقف دي تبقى مصيبة. راحت ذهنك مش إن مخك يقف، لكن راحت ذهنك إن مخك ما يتعبش من التفكير، يغير التفكير من موضوع لموضوع، ما يركز على مشكلة. طب راحت أعضائك الجسدية يعني تقف ما تشتغلش؟ راحت قلبك إنه يقف؟ راحت مخك إنه يقف؟ مستحيل. إنما الراحة ليس معناها التوقف عن العمل، وليس معناها الكسل، لكن الراحة معناها إن الواحد يشتغل وهو مستريح من جوه، إن يغير بعمل. كمان العمل ليس معناه الإرهاق، لا الراحة معناها الكسل ولا العمل معناها الإرهاق. فاشتغل في غير إرهاق، واستريح في غير كسل، واجعل راحة غيرك قبل راحتك الشخصية، واجعل راحة الله فيك وفي غيرك قبل راحتك وراحة غيرك، واجعل الراحة بتاعتك لها اسلوب روحي. لازم الانسان اللي يدور على راحته يتخذ وسائلا روحية توصله الى الراحة. ما هو ممكن واحد يستريح بكذبة، وممكن يستريح بالتزويق بالشغل وبادعاء المرض وبكذا خطية، يعني في خطايا كثيرة توصل للراحة. وهو الناس بتوع اللي بيستغلوا الأسواق وبيتجروا في العملة، أو الناس اللي بيكسبوا مكسب باطل، ما هم كلهم بيفتكروا انهم بيستريحوا، لكن وسائل غير روحية. لازم الواحد يستريح بطريقة روحية ويريح غيره قبل ما يريح نفسه. وأنا أديتكم محاضرة قبل كده عن لا تكن راحتك على تعب الآخرين. أعتقد نكتفي بكده علشان الناس تعب. وتفضل.